أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علام القرآن خلق الإنسان علامه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يأتاكيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو
zalali wal ikram fa bi ayyi alai rabbikuma tukajjiban. Yasluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi san. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadjiban. Sanafrugu lakum ayyuha sakara sakalan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadjiban. Ya ma'asara al-jinni wal-insi inni istata'tum anta fuju min akthari samawati wal ardi fanfuju la tanfujuna illa bi sultani sultani bi sultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadjiban. Yursalu alaykuma suwajju min nariyu wa nuhasun fala tantasiran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadjiban. Fabizan shaki shakatis fayizan saka sakatis samau fakanat warra wardatan kalliha kaddihan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadjiban. Fayawma izilla yush'alu anzam bihi inshu wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadjiban. Yurafu al-mujrimuna bisimahum fayujaju binnawasi wal-aqdam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadjiban. Hazihi jahannamu allati yukadjibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadjiban.
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تُكَذِّبُونَ فَيْهِمَا فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةِ جَوْزَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على فروس بتينها من استبرق وجنى الجنتين جنتين دان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم.